الحمد لله الكبير المتعالي ذي الجلال والإكرام والكمال المستحق الحمد بالغدو والآصال. أمره قضاء، أمره قضاء وحكمة، ورضاه أمان ورحمة. يقضي بعلمه ويعفو بحلمه، ونحمده على ما يأخذ ويعطي وعلى ما يعافي ويبتلي. له الحمد وحده إذ لم يجعلنا ميتين، ولا في هذا العام سقما، ولا مضروبا على عروقنا بوباء، ولا مقطوعا دابرنا، ولا منكرين لربنا، ولا مستوحشين من إيماننا، ولا معذبين بداء الأمم قبلنا. نحمده، نحمده أن جعلنا عبيدا له طائعين. له الحجة علينا ولا حجة لنا عليه. لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا، ولا أن نتقي إلا ما وقانا. نحمده على آلائه، فله الحمد ملء سماواته وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا له عبد. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ونستغفره سبحانه، ونستغفره سبحانه مما أحاط به علمه وأحصاه في كتابه. علم غير قاصر، وكتاب غير مغادر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادتين، شهادتين تصعدان العمل، تصعدان القول والعمل. لا يخف ميزان توضعان فيه، ولا يرجح ميزان ترفعان عنه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واستعدوا، واستعدوا ليوم بضائعه الأعمال وشهوده الجوارح والأوصال، وحاكمه الله الواحد القهار. يوم، يوم لا يقال فيه من ندم، ولا عاصم فيه من الله إلا من رحم. عباد الله، تأهبوا، تأهبوا في هذا الشهر بالتوبة والإنابة، وأقبلوا على الله تعالى وارجوا رحمته وبره وفضله وإحسانه، واستقيلوا ربكم العثرات، وتذللوا بين يديه ليمحو عنكم الزلات. فكم أحصى عليكم من الخطايا والسيئات. فإن أتى رمضان، فإن أتى رمضان واصطفيت له، فاخلع ثياب الهوى وقم على قدمي، وصنه، وصنه عن كل ما يرديك من حرم، ولتعكس النفس عكس الخيل باللجم. حصن صيامك، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان، لا تمشدا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. ويا من، ويا من ستصوم عن الأكل والشرب في نهار رمضان، صم عن ظلم أخيك، صم عن ظلم أخيك المسلم، وأمسك، وأمسك عن أكل ماله وفري عرضه وإضاعة حقه. يا ذا الذي، يا ذا الذي صام عن الطعم، ليتك قد صمت عن الظلم. هل ينفع الصوم امرأ ظالما، أحشاؤه ملأى من الإثم. أيها المسلمون، أظلكم، أظلكم شهر المرابح بظلاله ونواله وجماله وجلاله، زائر زاهر وشهر عاطر، فضله ظاهر بالخيرات زافر. أرفعوا، أرفعوا من أن تحد حسن ذاته، وأبدع من أن تحد نفحاته، وتحصى خيراته وتستقصى ثمراته. فحثوا، فحثوا حزم جزمكم، وشدوا لبد عزمكم، وأروا الله خيرا من أنفسكم. فبالجد فاز من فاز، وبالعزم جاز من جاز. واعلموا، واعلموا أن من دام كسله خاب أمله،
وتحقق فشله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. أيها المسلمون، هذا شهر القبول والسعود والعتق والجود، هذا إبان الترقي والصعود. فيا خسارة أهل الركود والصدود. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. فيا أيها المسلمون، هذا شهر القبول قد حل، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وعند ابن ماجة وغيره: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها المسلمون، هذا زمان الإياب، هذا مغتسل بارد وشراب، رحمة من الكريم الوهاب، فأسرعوا بالمتاب، فقد قرب الاغتراب في دار الأجداث والتراب. قد حل بنا رمضان، قد حل بنا هذا رمضان، فكم قريبا لنا فقدناه، وكم عزيز علينا دفناه، وكم حبيب لنا، وكم حبيب لنا في اللحد أضجعناه. فيا من ألف الذنوب وأجرما، يا من غدا على زلاته متندما، تب إلى الله فدونك المنى والمغنما، والله يحب أن يجود ويرحما، وينيل التائبين فضله تكرما. فطوبى لمن غسل في رمضان درن الذنوب بتوبة، ورجع عن خطاياه قبل فوت الأوبة. ويا من أورد نفسه مشارع البوار، وأسامها في مسارح الخسار، وأقامها في مهوات المعاصي والأوزار، وجعلها على شفا جرف انهار. كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل، كم ضيعت واجبا وفرضا، كم نقضت عهدا محكما نقضا، كم أتيت حراما صريحا محضا. فبادر التوبة ما دمت في زمن الإنذار، واستدرك فائتا قبل أن لا تقال العثار. وأقلع عن الذنوب والأوزار، وأظهر الندم والاستغفار، فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يا أسير المعاصي، يا سجين المخازي، هذا شهر يفك فيه العاني ويتجاوز فيه عن العاصي، فبادر التوبة وحاذر الفوتة، ولا تكن ممن أبى وخرج رمضان ولم ينل فيه المنى. فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر. فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. أيها المسلمون، احذروا في هذا الشهر، احذروا ما أعده لكم أهل الانحلال ودعاة الفساد والضلال من برامج مضلة ومشاهد مخلة. قوم مستولغون
قوم مستولغون لا ينالون ذما، وضمنون لا يخافون لوما، وآمنون لا يخافون لا يعاقبون يوما، ومجرمون لا يراعون فقرا ولا صوما. عدوانا وظلما جرعوا الشباب مسموم الشراب، وما زادوهم غير تتبيب وتهييج وتشبيب وتدمير وتخريب. مآرب مآرب كانت عذابا فصارت عذابا، فيا من رضي لنفسه سوء المصير وارتكب أسباب التفسيق والتحقير. أخسر بها من صفطة وأقبح بها من رفطة، يا مطلق النظر يا مطلق النظر في محرمات المنظور. قد حل خير الشهور فحذاري حذار من انتهاك حرمته وتدنيس شرفه وانتقاص مكانته. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. فيا طليقا برأي العين وهو أسير، يا مساما يا مساما حياض الردى وهو ضرير. يا من رضي عن الصفاء بالأكدار وقضى الأسحار في العار والشنار، وكل يوم يقوم عن مثل جيفة حمار. عجبا عجبا كيف تجتنب الطريق الواضح وتسلك مسالك الردى والقبائح. ما بال سمعك عليه ستور، ما بال بصرك لا يرى النور، وأنت في دبور وغفلة وغرور، وما أنت في ذلك بمعذور. فبادر لحظات الأعمار واحذر رقدات الأغمار، ولا تكن ممن يقطفون بالغيب من مكان بعيد. وإذا قيل لهم توبوا سوفوا ولا مجيب. فطوبى لمن تركوا شهوة حاضرة لموعد غيب في الآخرة لم يروه ولكنهم صدقوا به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن أولى ما قضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الساعات مدارسة الآيات وتدبر البينات والعظات. فقد كان جبريل عليه السلام يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، شفاء لما في الصدور وحكم عدل عند مشتبهات الأمور، قصص باهرة ومواعظ زاجرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة. أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى، هو الروح إلى حياة الأبد، ولولا الروح لمات الجسد. فأقبلوا عليه واستخرجوا درره واستحلبوا درره وتعلموا أسباب التنزيل، وراجعوا كتب التفسير والتأويل، ولا تقنعوا من تلاوته بالقليل، وحكموه في كل صغير وجليل. فالسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه، يرتع في رياض ويكرع منه في حياض، لا يجف ينبوعها ولا تنضب فيوضها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكن يا عبد الله كالحال المرتحل،
كلما ختمه عاد على أوله يقرأ ويرتل. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أخرجه أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. أيها المسلمون، مواسم الخير، مواسم الخير أياما معدودات، مصيرها الزوال والفوات، فأقصروا عن التقصير في هذا الشهر القصير، وقوموا بشعائره التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية، فعجلوا في الإفطار. يقول رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وعليكم بأكلة السحر، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صح ذلك عن نبيكم الكريم، قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فتسحروا ولو بجرعة ماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطب فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. فالزموا رحمكم الله سنة الفطر والتعجيل فيه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الفطر أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما عند أبي داود والنسائي بسند حسن. ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه، ولا كفارة عليه ولا قضاء. هذا مذهب جمهور العلماء. وأما القيء فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض، ويفطر من استمنى لا من احتلم، ولا يجوز له الأكل والشرب لحرمة الشهر. فبادروا عباد الله بالطاعات، وأخلصوا النيات لرب الأرض والسماوات في موسم الخير والبركات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واستغلوا شهركم هذا بالقيام في التراويح حتى ينصرف الإمام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبادروا رحمكم الله بإفطار الصائمين تنالوا أجورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وإياكم وقول السوء وفعل السوء، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، أو فليقل إني امرؤ صائم. ومن استطاع منكم العمرة في رمضان فالسبل إليها في هذا العام قد صارت بحمد الله ممكنة، فبادروا رحمكم الله. يقول نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. أيها المسلمون، إن من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في رمضان الفطر قبل تحلة صومهم ووقت فطرهم، فاحذروا انتهاك حرمة نهار شهركم بالفطر بلا عذر شرعي. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعراء
فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا غواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وعلى المرأة المسلمة إذا شهدت التراويح والعشاء أن تجتنب البخور والعطور وما يثير الفتنة من ملابس الزينة المزخرفة أو غيرها، والتي تستميل نفوس ضعاف الإيمان وتغري بها أهل الشر والفساد وتبلبل من في قلبه مرض. فعن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة، وعند مسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن عمرة رضي الله عنها وأرضاها عن عائشة قالت لو أن رسول الله قالت عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقيل لعمرة نساء بني إسرائيل منعن من المسجد؟ قالت نعم. أخرجه مسلم. وصلاة المرأة في قعر بيتها خير لها. عباد الله، الاجتهاد 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 في هذا الشهر الكريم بشتى أنواع العبادات: صلاة النوافل، قراءة القرآن، والصدقة، التدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواساة الفقراء والمساكين والبر بالوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار وعيادة المريض وجميع أنواع البر والخير. فقد روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله إلى تنافسكم فيه، يعني رمضان، فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. عباد الله، شفاء العي السؤال، فاسألوا عما أشكل واستفتوا عما أقفل، فمن غدا بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. أقول ما تسمعون، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يغفر لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده سبحانه حمد الإخلاص على حسن الخلاص، ونشكره على الجود والفضل والإرواس. لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، ما أتينا بذرة من جلال أو شكرنا آلاءك الغامرات. أول آخر علي غني، كيف نحصي نعماءك الوافرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بشريعة التراحم والتكافل والتعاون الموموق. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من أرسل حقوق وحذر من التنافر والعقوق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الباذلين كرائم الندي الدفوق، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب غروب وشروق. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله واحمدوه واشكروه على نعمه الزاخرة وآلائه المتكاثرة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله،
أيها الصائمون، اعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان شهر الخيرات والبركات وموسم المسارعة إلى الطاعات والقربات، يتنقل المسلم في رياضه من خير إلى خير، ومن بر إلى بر، ومن نعمة إلى نعمة، ومن أجر إلى أجر، فله الحمد وله الشكر. ومما يزخر به هذا الشهر الكريم من الطاعات، طاعة الجود بالصدقات وبذل المال في سبل البر والخيرات، وما أحوج الصائمين الفقراء إلى من يعينهم بسخائه ليكملوا عدة رمضان وقد حمدوا نزوله عليهم، فأقبلوا على الطاعات وقد خفف عنهم هم المعيشة وأعينوا على التفرغ لإدراك فضائل رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا. فهذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. أيها المسلمون، إن الله تعالى كريم ويحب من عباده أن يتصفوا بصفة الكرم، ومظاهر كرمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. عباد الله، إن النفس البشرية مطبوعة على حب المال والاستئثار به، فإذا طلب منها قد تشح به ولا تعطيه. لكن النفس المسلمة إذا دعيت إلى البذل في مرضات الله تعالى فلا تبخل، لأنها ترجو الأجر على ذلك من الله تعالى. ولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الذي كان أكرم الخلق وأسخاهم مع قلة ذات يده، فلقد كان الجود دينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفته الملازمة له في كل شهور العام، غير أن جوده في رمضان يتضاعف ويتكاثر. يحكي لنا ابن العباس: كما سمعتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وتضاعف جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخاؤه في رمضان، وذلك لأن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيها الأحباب الكرام، لقد كانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرم والجود، فهو صفة شخصية فيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. قالت له خديجة رضي الله عنها: أبشر أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وقال صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وفي غزوة حنين يوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمها بين الناس ولم يبق لنفسه شيئا مع كثرة الغنائم، ثم يقول لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم: لو كان عدد هذه العضات غنائم لقسمته بينكم
ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. ويلخص ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والعطاء والندى والبذل. هذا مع فقره وقلة ما عنده، فكيف لو كان ذا سعة وغنى. ويصدق فيه قول القائل: تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد القباضا لم تعطه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. أيها المسلمون، إن الحديث عن السخاء المستحب يدعونا إلى الحديث عن السخاء الواجب، ألا وهي الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام ركين، وسمة ناصعة في جبين هذا الدين، لأنها صمام أمان المجتمعات من الأخطار التي تهددها، ومن أعظمها خطر الحاجة والفقر، ولو قام بها المسلمون ما بقي فيهم فقير ولا معوز. والأموال يا عباد الله التي كتب الله بها الزكاة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وعروض التجارة والذهب والفضة، وما يقوم مقامها في عصرنا الحاضر من الأوراق النقدية. وصفة الزكاة لمن ملك ذهبا قدره 85 جراما فأكثر، أو ما كان له قيمة من العملة الورقية النقدية فقد وجبت عليه الزكاة، وهي ربع العشر. وطريقة إخراج الزكاة في ذلك أن يعرف قيمة الجرام ويضربه به ثم يقسم على 40، وخارج القسمة هي الزكاة. هكذا يجب على كل عبد قد بلغ ماله النصاب أن يتق الله ويستغل هذا الشهر ويخرج الزكاة، وكذلك عروض التجارة عليه تقييم بضاعته وما يملك ويخرج النصاب المذكور، ولا يتأثر بجهله بكيفية الإخراج، فقد بينا ذلك. ألا فمن كان قد أخرج زكاة عامه فليتصدق في رمضان، ومن لم يخرج فليبادر في رمضان، ولا يجوز له أن يؤخرها عن حول تام. ونصيحتنا للباعة في الأسواق والمحال التجارية أن اتقوا الله وحاذروا الجشع والطمع، وإياكم ورفع الأسعار والتلاعب بالأثمان في شهر رمضان. إياكم وبيع السلع المغشوشة والأغذية الفاسدة، لا تغش المسلمين فتصيبكم دعوتهم وتمحقكم شكايتهم، والمال الحرام شؤم على صاحبه ونار على آخذه وبلاء على طالبه. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان، اللهم كما بلغتنا شهر رمضان في أمن وعافية وسلام، فبلغنا ختام شهر رمضان بقبول تام يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة،
وأزمنة مديدة، بالتوفيق لما تحب وترضى، وسلمه لنا في كل عام، وتسلمه منا متقبلا، وسلمنا له يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأعنا على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وسائر طاعاتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم أبرم لهذه البلدة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فك عن هذه المدينة حصارها، اللهم فك عن هذه المدينة حصارها. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، عاما طبقا، مجللا، عاجلا غير رائح، نافعا غير ضار، واجعل ما أنزلت قوة لنا ومتاعا إلى حين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والملحدين، واجعل راية الإسلام عالية إلى يوم الدين يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال ربكم سبحانه وتعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه، فإن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.